انا نايمه ما شفتهم الا بيخلعوا على الباب. شوفي شوفي دشعوص صص ولا كلمه. دانيال دانيال وين عايش؟ بدي دانيال. قلت له دانيال عايش عنده وعند اهله بالشغل. وين الشغل؟ قلت له بيشتغل بعرفش وين، هو بكتابه وين بعرفش. شوفي قال لي بدنا اياه خلال ساعه، ما اجاش بعتك لك انت وابو واخو. هذا اللي حكى. هاي الباب وغرفته زي ما انت شايف، انت صورته هنا يعني. شو اقول انا؟ لا اله الا الله، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. بس